تتميز كلية الهندسة بأبنائها دائما، ومخطئ من يتخيل أن بانتهاء دراسته الجامعية تنقطع الصلة بالعلم والتعلم والكلية والجامعة. فنحن نعمل في مجال متخصص ذو طبيعة تقنية متطورة كل يوم بل كل دقيقة، ومن لم يلحق برب التطور باستمرار سيخسر كثيرا. كلمة الأستاذ الدكتور إبراهيم سالم القائم بأعمال رئيس الجامعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الرسول الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. معالي المحافظ السيد اللواء أحمد دمسط، الرجل المحترم محافظ الغربية الذي لا يأبه الدم في دعم جامعة طنطا في كافة أشرفها. الزميل وصديقي الحبيب الأستاذ الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق كريم، رئيس الجامعة السابق ورائد دفعة 2016، سيد الزميل الصديق الحبيب الأستاذ الدكتور عماد عدنان عميد كلية الهندسة، الأستاذ الدكتور محمد ياسين معان وكيل كلية الهندسة بشؤون التعليم والطلاب، أساتذتي وزملائي الأفاضل أعضاء التدريس بكلية الهندسة، زملائي الأفاضل العاملين بكلية الهندسة، تحياتي لكم جميعا. بداية كلمتي بحب أقدم التهنئة للأمهات، رقم واحد الأمهات والآباء والسادة أولياء الأمور. الحقيقة أنا كأب مقدر فرحتكم قد إيه النهارده، وحاسس بمشاعركم اللي هي ليس لها حدود النهارده، وشايفين أولادكم وهم بيتفوقوا وبينهوا مرحلة التعليم العالي المرحلة الأولى وهي مرحلة البكالوريوس، وإن شاء الله تعالى تفرحوا بيهم برضو وهم بيحصلوا على الماجستير والدكتوراه إن شاء الله تعالى. الدفعة الجميلة دفعة 2016 اللي هم دخلوا الجامعة في 2011، بهنيكم جدا جدا. اولا بتخرجوا والحفل الجميل اللي معمول عشانكم النهارده، وثانيا لان الدفعه ديت بتحمل اسم الرجل العظيم وهو الاستاذ الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق كبير رئيس الجامعه، واللي انا الحقيقه ان حظي الجميل ان انا اشاركه واتعامل معاه ووصفته لمده 5 سنوات في أصعب الظروف اللي مرت بها الجامعة ومرت بها الدولة. في الوقت ده كنا نتعرض إلى نقد شديد جدا منها من كلية الهندسة، بعض السادة حتى أعضاء التدريس اللي ولادهم في كلية الهندسة كانوا بينتقدونا على فيسبوك ويقولوا أنتوا قاعدين في القصر الذهبي في المبنى المكيف في إدارة الجامعة وسايبين الطلبة المدرجات تفر عليهم مية. الحقيقه لما نيجي نشوف تاريخ كليه الهندسه نلاقي الكليه ديت في وقت بسيط نهضت نهضه كبيره جدا. يعني كليه الهندسه لما بدات في المبنى القديم الموجود عليه كليه التربيه اللي احنا لسه هادين جزء منه قريب. اطلقوا صاله زي ما الدكتور حكيم قال، وكان الطلبه بيتدربوا في الورش بتاع المدرسه السنه. هذه كانت البدايه. لما نيجي نشوف كم الانشاءات اللي تمت خلال 5 سنوات الماضيه، ولو خدنا على سبيل المثال كليه الهندسه شوفوا الوضع بتاعها عامل ازاي دلوقتي. يعني انتوا دخلتوا كليه الهندسه سنه 2011 واكيد فاكرين الصوره اللي انتوا دخلتوا عليها والمباني اللي انتوا دخلتوا عليها والافنيه اللي موجوده بين المباني، شوفوا منظرها كان عامل ازاي والنهارده عامل ازاي. مش هقول كليه الهندسه بس عشان رئيس الجامعه هو استاذ في كليه الهندسه، ولكن تعالوا نبص على قطاع المستشفيات. الحقيقه من انجازات الدكتور حكيم انه شغل المستشفى العالمي، مستشفى التعليم العالمي اللي سنين طويله كانت واقفه وما كانش حد قادر ياخد خطوه الجرأه انه يشغل المستشفى ديت لما فيها من مشاكل كثيره جدا.
ولكن طحنا بإدارة الدكتور عبد الحكيم ودخلنا في هذه المشكلة واشتغل في المستشفى وكلنا لمسنا في فترة الشغل اللي فات ده ما حدث من تفجيرات إرهابية في مركز تدريب الشرطة وفي نيس مالك بلبس ودور المستشفى العالمي الذي أشاد به الجميع على مستوى طنطا وعلى مستوى الوزارة وحتى على مستوى رئيس الوزارة أشاد بدور المستشفيات جامعة طنطا وكانت تجد الحمد لله اللي كنا بنطالب بيه بقالنا فترة وهو إنشاء مستشفى في الرحاب مستشفى جديد وبدور كبير من السيد المحافظ الحمد لله حصلنا على 130 مليون جنيه دعم لإنشاء المرحلة الأولى من المستشفى في الرحاب اللي هتتكلف تقريبا نصف مليار جنيه الدولة لا تبخل الدولة بتدعم المشروعات الناجحة وهم شافوا خبرة جامعة طنطا في المشروعات الناجحة وشافوا جامعة طنطا النهارده اللي بيجي جامعة طنطا ما بيصدقش ان دي جامعة قوية. الحقيقة لما نبص على منشآت الجامعة مش هتكلم بس على المستشفيات وعلى كلية الهندسة تعالوا نبص كده على المجمع الطبي وبصوا على مجمع سيبربي كلية التربية النوعية كلية التربية اللي اتبنى فيها مبنى واشتغل المبنى الثاني خلاص سنين القوات المسلحة وهيتم ان شاء الله خلال هذا الشهر البيت فيه في نفس الوقت مع دعم شديد جدا من معالي المحافظ وجابلنا تبرع بأرض عشان نعمل فيها كلية الفنون التطبيقية في محل الكبرى وهتبقى تخصص صناعات نسيجية وإدارات ماشية وأوشكنا إن شاء الله تعالى بنقيه منها وفي نفس الوقت أرض تبرع عن طريق سيادة المحافظ يعني إنشاء كلية الطب البيطري في مدينة كرون. الحقيقة الجامعة الدولة والجامعة لا تأمل جهدا ان هي تدعم الطلاب تدعم المجتمع بحدود امكانيات الدوله ولكن انظروا وارجعوا بذاكرتكم مره اخرى الى جامعه طنطا من 5 سنوات ومن 10 سنوات ومن 20 سنه كان الوضع عامل ازاي؟ انا شخصيا سنه 77 لما دخلت طالب هنا المجمع الطبي ده ما كانش فيه غير المدرجات اللي موجوده ده في الصيدله. وهذه الانشاءات وجود ناس مخلصه رؤساء جامعات متعاقبين كل واحد خد دوره بشرف وامانه وحصل على يعني نقد شديد من الناس وبرغم من كده كان دايما في اصرار ان جامعه طنطا تكون جامعه كبيره. اعتقد اليوم انتم بتختاروا ان انتم خريج جامعه طنطا. جامعه طنطا وخاصه قسم الانشاءات في جامعه طنطا معروف على مستوى مصر كلها مستوى الجامعات المصرية ومعروف على مستوى العالم والخليج من عندنا لصدى كبير جدا. بهنيكم مرة ثانية وبتمنى لكم إن شاء الله تعالى تواصلوا دراساتكم العليا في قطاع دراساتكم العليا بجامعة طنطا إن شاء الله تعالى وألف مبروك وتهانية قلبية والسلام عليكم ورحمة الله.